سميها بس. لكن احنا الزار قديم زمان كان بي يعني اللي عايز يعمل زار بيطلع الطاقة اللي جواه في الزار. والزار ولا دجل ولا شعوذة، لان هو زي موسيقى روحانية. وعارفاه مش زي ما الناس بتقول خالص، لا ده حاجة يعني روحانية، يعني لمسة أرضية مش عارف ايه، زي شوف كأنك في الديسكو، انت كأنك في الديسكو بالظبط، انت بتطلع طاقة عندك سلبية وهي ما بيرقصوا نفس الحكاية كده.